صعدة. الشر القادم من صعدة إذن، ومن يخاف من الكلام سوف يموت مختنقا بالصمت أو برصاص الميليشيا ولا فارق. فصعدة المحافظة التي حولتها جماعة الحوثي مستودعا لشرورها التي صدرتها إلى مختلف المحافظات، كان هذا نموذجا واحدا مما أقدمت عليه الميليشيا القادمة من هناك. عندما ذهبت لاحتلال بعض مناطق محافظة حجة كمستبى وحجور وعبس وميدي وغيرها من المناطق، حدث هذا قبل عام ويزيد من الآن تقريبا، وعندما رفع الناس أصواتهم هنا تعاملت معهم ميليشيا الحوثي هكذا. فإما أن نحكمكم أو نقتلكم، فلا موقع آخر بين خيارين أحلاهما الموت أصلا. وما الميليشيا إن لم يكن هذا المشهد واحدا من أهدافها الإرهابية، إخراس الأصوات المعارضة لها، وإن أدى ذلك إلى الإهانة والإذلال والتشريد. إلى هنا ساقت الميليشيا آلاف الأسر من مناطق خيران والمحرق والخميسين ومستبى وعبس، بعد أن تمركزت فيها الجماعة الإنقلابية وحاولت إخضاع الحياة لسلطة الأمر الواقع. فكان أقرب ما اختاره السكان هو اللجوء إلى هذه المخيمات، إذ لا تبدو الحياة في هذا المخيم الذي يفتقر إلى أبسط مقومات العيش شبيها بمساكنهم الأصلية. هنا تختفي علامات أن يبقى اليمني إنسانا في وطنه في ظل سلطة الجماعة الإنقلابية التي أفقدت الإنسانية معناها، بل ووفرت كل أسباب التخلص من هذه الميليشيات التي ازدهرت في كنفها توابيت الموتى كما يفعل هؤلاء الآن في ميدي وغيرها، وهم يدفنون قتلاهم ويتوعدون بمواصلة القتال. ما خرجنا إلا الأحداث انتين، النصر أو الشهادة. كان لابد لكل هذه الأفعال التي اقدمت عليها الجماعة الإنقلابية أن تحول هذه المناطق إلى أهداف لطيران التحالف العربي. هنا تلقت جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع ضربات موجعة، ليس من الطيران فقط، وإنما من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أيضا، اللذين استطاع تخليص ميدي أولى مديريات حجة من قبضة الجماعة الإنقلابية، وبدأوا التقدم على الساحل الشمالي الغربي وصولا إلى منطقة اللحية بعد أن سيطر على الطريق الرابط بين حرض وميدي، لتؤكد الأخبار القادمة من هناك أن الجيش ينفذ عملية واسعة لاستعادة منطقة عبس الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر في شمال غرب محافظة حجة والمتاخمة لمديرية الزاهر في محافظة الحديدة.